قول لي عايز تخلص الماتش كام وانا معاك. ده كان رد فعل محمد ابو جبل بعد احتساب ركله جزاء للنادي الاهلي امام نادي الزمالك، وطبعا ده كان الكلام اللي بيقوله لحكم مباراه القمه وهو محمد عادل لاعب الزمالك. انت من وجهه نظرك كمشاهد بتشوفني دلوقتي، شايف ان المفروض يكون رد فعل محمد عادل حكم مباراه القمه ايه بالنسبه لي محمد ابو جبل؟ هل يستحق فيها عقوبه الجمله دي ولا ما يستحقش فيها عقوبه؟ اكتب ده في تعليق. تحس كده اني مباراه القمه مباراه مش عايزه تخلص، تحس كده ان مباراه القمه يعني في الوقت اللي انا بعمل فيه الفيديو ده بقالها اسبوع ويوم، مش اسبوع واحد بس، ولكن للاسف الشديد من بعد يوم الجمعه اللي فات وهو كل شويه بيظهر حاجه جديده. اخر مره ظهر فيها وهو دكه البدلاء بعد الماتش بكام يوم كده، اكتشفنا ان المباراه ظهر فيها فكره ان دكه البدلاء شركه برزنتيشن، ودي شركه الراعيه طبعا، بدات انها تظهر دكه البدلاء بتاعه النادي الاهلي ودكه البدلاء بتاعه نادي الزمالك. بدات الناس تتكلم وتتهم محمد عبد الغني لاعب نادي الزمالك بانه بيقول جمهوره ده حماه، وعمري ما عيش من غير الاهلي او الهتاف زي ما بيقولوا، زي ما بيقولوا جمهور الاهلي كان بيقول بيردد الهتاف معاهم، ولكن للاسف الشديد الكلام ده طلع كله كذب. ده كان رد فعل محمد ابو جابر بعد احتساب ركله الجزاء. طبعا انا شايف ان محمد ابو جابر اخطا، انا من وجهه نظرك احمد شايف ان محمد ابو جابر اخطا. انت ممكن تكون شايفه ما اخطاش، ولو انت اهلاوي او زملكاوي بالله عليك سيبك من الانتماء خالص، تعالى كده ندردش مع بعض يعني كده ايه بعقلنا مش بالانتماء. واحد دلوقتي الحكم ادى قرار، يجي لاعب يقول له عايز تخلص الماتش كام؟ قول لي عايز تخلص الماتش كام وانا معاك، ما عنديش مشكله مش هعترض، بس انت عرفني عايز تخلص الماتش كام. اذا يبقى انت بتتهم الحكم ان هو جاي مع الفريق الخصم بتاعك، ودي حاجه اعتقد انها حاجه مش لطيفه على الاطلاق. وكنت اعتقد ان محمد عادل اللي هو طبعا صرح تصريحات ملهاش اي 30 لازمه بعد ما قال ان المباراه بدات تكبر والاهداف بدات تزيد على نادي الزمالك، فحسيت ان المباراه بدات تبقى صعبه، حسيت بتوتر، حاجات غريبه وتصريحات كده غريبه ما كانش ليها اي معنى بالنسبه ليا انا كمشاهد. ولكن اكتب رايك في تعليق وقول لي ايه رايك في اللي حصل ده، واشترك في القناه وفعل زر الجرس.